وينضم إلينا السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة AQT. أهلا بك سيد رائد. أهلا عبد العزيز. بداية حديث عن اتفاق على مستوى أوبك بلس قد يضم روسيا وتوجه لحظر النفط الروسي كذلك من قبل الاتحاد الأوروبي، برأيك في ظل هذه المعطيات يعني السيطرة على المعروض بشكل عام، هل سنرى تحرك سريع لأسعار النفط، تحرك إيجابي أقصد؟ طبعا نحن نشهد هذا الاتفاق، العملية ليست سهلة على الإطلاق، هناك العديد من المخاوف، المخاوف المرتبطة ب من جهة الطلب ومن جهة المعروض. أولا في عندنا تراجع بالطلب واضح بالربع الأول من العام الجاري بحوالي 1,200,000 برميل، وعلى صعيد العرض عندي تراجع كمان بسبب الأحداث والتوترات الجيوسياسية، كان بحوالي 730,000 برميل. أوبك بلس كانت واضحة بأنه يعني التزامها بالزيادة التدريجية، وذلك منذ عام 2020 التي أقروها تدريجيا وزيادة تدريجية حتى يتحقق نوعا ما صح التعبير، حتى يتحقق توازن بمستويات الطلب والعرض. ولكن الفترة القادمة فترة يشوبها قلق أكبر، يعني في نفس الوقت الذي نخشى فيه أي تطورات وعقوبات إضافية على النفط الروسي ممكن أن تضغط كثيرا على المعروض وعلى الأسواق، في نفس الوقت عندنا كمان يعني آفاق للانفراج في الأزمة الجيوسياسية، وممكن أن يكون هناك يعني يعني تصالح ما بين أوكرانيا وروسيا، هذا الذي يسيطر على النفط على الأسواق. نعم، لكن سيد رائد في ظل التوجه الأوروبي لحظر النفط الروسي، برأيك هل من بدائل فعلية للقارة الأوروبية عوضا عن النفط يعني الروسي؟ يعني إذا نأخذ أكبر، صحيح، إذا بدنا نأخذ أكبر اقتصاد في أوروبا، نحن عندنا الاقتصاد الألماني تمكن من تخفيض اعتماده على النفط الروسي من مستويات 35% من مجمل إيراداته إلى مستويات تقريبا 13%، وهذا يعتبر يعني بالاعتماد على المصادر البديلة وعلى يعني استيراد، هذا يعتبر كلفة زائدة على الاقتصاد الأوروبي الذي ينهكه هذا الموضوع بشكل كبير جدا، ويسبب له أيضا مؤشرات تضخم مرتفعة. تماماً. نبقى في إطار نبقى في إطار الحديث عن العلاقة الأوروبية الغربية بشكل عام، فيما يتعلق بالروبل الروسي لاحظنا ارتفاعات سريعة بشكل عام، هناك ارتفاع لأعلى مستوياته منذ أبريل تقريبا من 2018، برأيك هل هذا مؤشر على أن روسيا تمكنت من التغلب على العقوبات الغربية؟ يعني إذا نأخذ على مستوى من أقصى أو أدنى مستوياته في شهر مارس تمكن من الارتفاع ب 25% في الربع الأول أو منذ عام حتى الآن بحوالي 7%. ما يحدث على الروبل الروسي الذي يقف حاليا عند مستويات 57 روبل لكل دولار أمريكي، أنه كان في عندي عمليات ضغط واضحة على الروبل الروسي، اضطرت المركزي الروسي إلى تقليص أسعار الفائدة ب 300 نقطة أساس، وفي نفس الوقت يعني نحن عم نشوف عندي هذا الضغط الكبير على الروبل الروسي في الفترة الحالية بنتيجة التوترات السياسية، العقوبات المفروضة وما إلى ذلك، ولكن ذلك يخلق ضغوط تضخمية إن صح التعبير. الاقتصاد يعني خلينا نقول مستويات الفائدة عندما تم تخفيضها من مستويات 17% إلى 14% ما هي إلا لمجابهة يعني ارتفاع وقوة واضحة في الروبل الروسي أمام معظم يعني النظراء، وهو الذي يسبب ضعف الدولار يعني من بين كل نظراء الدولار الأمريكي في سلة العملات، الروبل الروسي هو الذي يسيطر على المشهد بارتفاعاته في ظل عمليات ربما الطلب علي. أنتقل للشأن الأمريكي تحديدا ما يتعلق بأسعار الفائدة، أحد الخبراء تحدث أن رفع أسعار الفائدة ليس حلا للمشاكل الاقتصادية، هل تتفق مع ذلك وما هي الخيارات البديلة خاصة وأننا أمام اجتماع بالغد في هذا الشأن؟ هو شر لا بد منه، يعني يجب أن يتم تطبيقه، وذلك بغض النظر عن الآثار السلبية التي قد يخلقها رفع أسعار الفائدة على مستويات النمو. الاقتصاد الأمريكي تراجع في يعني الربع الأول بشكل واضح وحقق انكماش في الناتج المحلي الإجمالي، هناك الضعف واضح، بالتالي ما هي البدائل؟ بدائل رفع أسعار الفائدة
نحن نتحدث عن أنه لا يوجد بدائل إلا تشديد السياسة النقدية والمعاناة من الركود التضخمي لعامين على الأقل حتى يكون هناك استقرار في الأسواق الأمريكية. نحن عم نشوف عندنا مستويات واضحة لمستويات التضخم عند 8.5% وهي مستويات الأعلى من 81 أو على 1981 بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. فهو مضطر إلى تشديد السياسة النقدية وبوتيرة سريعة ورفع أسعار الفائدة على الأقل إلى أن تصل مستويات 2% إلى 2.5% خلال تعاملات هذا العام. هذا هو الحل الوحيد الموجود. نعم، اتضحت الصورة. سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكيو تيك، كنت معنا، شكرا لك.